بالرغم من فقرهم حصلوا عليه. They are too poor to buy and pay for the weapons. فمن مدهم به ومن طوره ومن شغله؟ العملية جدا جدا معقدة. هذه الصواريخ ليس لها أرقام، ليس لها حقول، ليس لها هوية. تساؤلات نجيب عليها في فيلم وثائقي خاص. الحمولة المحظورة، تصدير الفوضى. تتابعونه في الأوقات التالية.